الرئيس السيسي يشارك في الحدث الرئاسي الافتراضي نداء عالمي لقمة المستقبل. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة احترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود. الرئيس السيسي يطالب بالتمسك بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة دون تمييز أو ازدواجية. الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بفوزه بولاية رئاسية جديدة. قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا. رئيس الوزراء يسلم شهادات التخرج لطلاب الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية المصرية. مجلس النواب الباب ما زال مفتوحا لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية. الاتحاد الدولي للاتصالات مصر في الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السبراني. الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة 3 درجات اليوم، والعظمى بالقاهرة 35 درجة مئوية.